اوكي على وادي، مش عارف ازاي كنت ناسي الطقم ده، بس بقالي كتير قوي ما لبستوش بصراحه. طقم اسود فابيض كده شكله جميل بصراحه. اوكي بعد ما غيرت لبس وظبطت نفسي كده، ناقص لي حاجه واحده علوية، وهي ان انا بس اغسل وشي عشان افوق. يلا بقى بسرعه 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 كده زي الفل. دلوقتي بقى خلينا ننزل عشان يا علوية في مفاجاه النهارده. الجد شرابي محضرها لنا. اوكي الجد شرابي جه، يب يب موجود، فخلينا ننزل بسرعه. اول حاجه طبعا هنادي. ايه ده، انا شامم ريحه حاجه كده علويه، ريحه الاكل بتاع اللي في التلاجة كله. ليه بس منتشر في البيت كله؟ مش عارف انا مخبيه في التلاجة وقافل عليه ازاي. الريحه طلعت من التلاجة بالشكل ده، ريحه عاليه جدا. ايه ده علويه، مش عارف بس وات. هولي مولي، انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ ولا دي التلاجة بتاعتي، انت بتعمل فيها ايه؟ ماشي يا واد انت شوتك، ما تخليش مش شوتك كده عشان بشتاق. طيب ماشي، ربنا يوفقك. بتصطاد ماشي. طب دلوقتي انت برضه بتصطاد ايه يا ابني؟ دي تلاجتي انا يا حبيبي. ايوه بشتاق تمن، بشتاق اكله عشان اكله. امال اموت من جوه ليه؟ بالذمة هو في كده؟ مين قالك ان انت بتصطاد ايه يا ابني؟ بقول لك التلاجة دي بتاعتي، مفيش حد هيصطاد. اقفل التلاجة بس كده. ايه يا حبيبي فانت مش على السمكة كده، تطلع دلوقتي التونة. تونة كمان عايز تسرق التونة من التلاجة؟ انت واد انت، مفيش حد اصطاد من التلاجة بتاعتي، مفهوم؟ كام كام ولا مش شادي سندوتش عشان كم شيخ؟ يا حرام انت يا نوب، سرق الاكل بتاعي والله على الهوا. بس التلاجة دي بص انا محتاج اجيب لها قفل او اي حاجة، ساعدوني. او حبل نربطها بحبل، المفروض ويلفي ينزل حبل كده يتربط. ما ينفعش تفتح التلاجة غير لما تكتب كود سري. المفروض انت واد ما تجيش تصطاد من التلاجة تاني، مفهوم؟ يا اما بص حركات هنفخك علقة، فاهم؟ انت واد مالي مش كم شيخ يا محمو؟ انت عم مش ما عنديش كم شيخ، باكله كله. قلبي يصطاد، جايب لي صنارة وبيصطاد. طب بص، المفروض دلوقتي نروح للجد شلبي. الواد زعبول لفين؟ علي ايه ده زعبول؟ ماشي طيب، جاهزين دلوقتي عشان نروح للجد شلبي عشان نشوف المفاجاه اللي محضرها. مفاجاه يا ابو علي، انا جايب لكم مفاجاه احسن من عند الجد شلبي. بص كده شوف ضهري في ايه. في ايه يا ابني في ضهرك؟ ماله؟ ايه ده ثانيه، هولي مولي، ايه يا ابني ده يا ابني؟ هو انت طلع لك حبايه في ضهرك ولا ايه ده؟ معايا حبايه يا ابو علي، بزرار. بص كده كويس. ماشي يا بولي وريني. استنى بس كده، عايز اشوف فين الزرار ده، وريني كده اهو يا ابو علي. بص هوريه لك دلوقتي اهو، زرار. قولي مولي ده شبه الحبايه. ماشي يا بولي مش هيدوش عليه. قولي مولي حركات شغاله. ايه ده حركات شغاله يا لهوي؟ معناها ان احنا لازم نروح دلوقتي. ايه ده نروح فين؟ معلي لازم دلوقتي نروح تحديث الزرار الجديد. تحديث الزرار الجديد؟ بقول لك انت وزرارك ده، بص روح خد الزرار اللي في ظهرك ده، ركبه في قميص عندك، ركبه في بنطلون. وات الزرار اشتغل، الحق. وانا مالي مش هيدوش على الجواب ولا ايه؟ قولي مولي ده بالونه اخضر. يا نهار زبادي. واد زعبول انت ايه اللي حصل فيك دلوقتي؟ هتفرقع ولا ايه؟ دلوقتي يا اصحابي بعد ما دوست على الزرار لازم نكمل التحدي، يا اما كلنا هنموت. عشان كده يلا بينا دلوقتي نكمل تحديث الزرار. تحديث الزرار؟ وانا حركات فرخه، عايز تروح للزرار؟ ايه يا حبايبي كده تحديث الزرار ده اهوت، بيعدي ولا ايه؟ بيقول لك زرار بيعود. طيب ماشي يا زعبولة، مع اني كنا رايحين للجد شلبي، بس مش مشكله هنشوف تحديث الزرار ونرجع للجد شلبي. ماشي يا ابني يلا ودينا. يلا ابو علي عشان ما نتاخرش ونموت. يلا بينا بسرعه، ليتس جو. اما نشوف تحديث الزرار ده علويه. اوكي علويه لسه جايين دلوقتي تحديث الزرار عشان طبعا ندوس عليه. وسع انا اللي ادوس. انا اللي ادوس ولا ما حدش يدوس؟ حركات الفرخه وسع، بقول لك عايز ادوس. قلت لك لا يا حبيبي، انا اللي ادوس. حركات يا نوب انت. ابو علي ولا انت ولا هو، انا اللي عايز ادوس الاول. اوكي ايوه ندوس على الزرار. ليتس جو علويه. طبعا بعد ما دخلنا تحديث الزرار الجديد ده. لا 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 ابو علي وقع، ابو علي وقع. طيب علويه اقف كده ابو علي. ايوه بصوا اقف كده، ايوه كل ما تيجي تقع ولا مالي انا اوقع لهم عشان اللي ينزل من فوق طبعا يروح واقع. لا 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 ولا 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 العيال 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 يا نهار زبادي. الواد بص خلصها، فنشها. اوكي المشكله ان العيال بتخلصها كلها. زعبول لو وقع معايا علي الواد انا وانت هنموت. انا وانت هنموت؟ طب موت انت بقى، انا مش هموت. ايوه انا اجي هنا. ايوه لا يا كابتن 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 كابتن. ابو علي مات، ابو علي مات للاسف. تعالى كده ابو علي. مت علوي. اللي بيقع من فوق بص اللي كسب مين؟ حركات. شفت يا حبيبي حركات محتايف. حركات والله انت محظوظ، حركات اللي كسب. اوكي دوس هنا. او ماي جاد دوس على الزرار، احنا بنسحب لفوق. ابو علي ليه بس كده؟ الفضائيين هيخطفونا. فضائيين؟ وطة يا نهار زبالي. ابو علي الواد مات. الو ابو علي كمان مات. يا حبيبي كمان انت مش شايف ابو علي؟ انت انا مالي يا حبيبي، انت مين اللي طلعك في الفضائي؟ لا 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 بيخطفوني تاني. ابو علي كان ده برضه جوه. ايه ده حاطين صوره زعبوله؟ ابو علي بقى صاحب التحديث. صاحب التحديث انت هتكذب. لا 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 ليزر ليزر. اوكي في ليزر تاني، نط كده. يا سلام يا رب حركات يموت. يا ابو علي يموت. لا وانت مالك دلوقتي يا ابو علي يا دوب. نط كده. ايوه نجي هنا كده. نوت. اوكي بصوا كم واحد من الفراخ عايشين ما شاء الله علوية، مفيش ولا واحد منهم مات. موتوا انت مالك ولا انت. اوكي لا 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 انا ممكن اموت كده. ابو علي صعب على فكره، هي فعلا بقت صعبه. نط كده ابو علي. او ماي جاد. طب مين اللي هيموت طيب؟ ايوه احنا لسه عايشين. دم اخضر، دم يبقى اصفر. لا 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 لا
احسن احسن. لا انا واحد من الهلويه يا رزماري. اوكي اربعه اللي كسبوا. الو زعبله وزين، اشمعنى انا اول موت اللعبه خلصت؟ ايه الكذب ده؟ احنا اللي كسبنا. وانا بقى بتش بتش زي فاخه. اوه باسكت بول. ايوه ثواني ثاني. اوكي المفروض ان احنا بنوقف الكوره يعني؟ طيب ثواني المفروض. الو طب انا عايز اوقفها. هولي مولي ومفيش حد بيختار كوره يعني؟ لا يا ابو علي انت المفروض بس بتختار الكوره بتوقفها. طب ما هو العيال كلها بتختار نفس الكوره اهو. خليني اجي هنا. يب اوكي اللي بعدها اللي بعدها. في ليتس جو. وقفنا كل الكور اصلا، مفيش غير كوره واحده اللي جت فينا جون تقريبا. بصوا في كور هنا. حركات انت بتعمل ايه؟ ايه تقولكش ده يا ابو شي واقف جون. واقف جون؟ انت هتعمل لي فيها الحاضر يا ابني. وقف لي جون. ماشي اقف جون براحتك. ماشي خليني اجي هنا كده. ليتس جو. على بص دلوقتي موزعين نفسنا، مش عايزين ولا جون يجي فينا. اوكي بسرعه دوس على الزرار. وعلى اول واحد دوس على الزرار. طيب دلوقتي طبعا يا علويه المفروض ان احنا ما نقعش من على المبنى. المبنى المشكله ان احنا بنتزق لورا، شايفين في هوا. اوكي طب انا ممكن اجي هنا كده على الحرف. لا 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 الاتجاهات بتتغير. وادي بقى مش اماكن بتتغير. والله يا علويه بصوا ابو علي المشكله دلوقتي ان انت لو قربت قدام ممكن يعكسك الناحيه الثانيه. ايوه يعني انا لو فضلت دايس كده قدام بص 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 ممكن وهو بيغير نروح واقعين. اوكي البنت دي هتموت شكلها. لا 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 البنت هتموت. في واحد من فريق الفراخ مات على بص مختفي. قالوا العيال اللي من فريق الفراخ دي احس ان هي كده يا علويه مش عارف. بص 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 بيختفي ازاي الواد. الو اوكي احنا دلوقتي اللي عايشين. اوه ماي جاد كلنا كسبنا على الوي. زرار دوس زرار او علي دوس على الزرار اول واحد. رن رن من مين؟ اجري من مين؟ الو نجري من مين؟ رن 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 رن. اوكي على السرعه شايفين على الوي كل خريقه. اوه جمدان 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 كل خريقه رهيبه. ليتس جو. يب ابو علي بعد ما تجيب الكوره الخريقه دي المفروض ان انت بتجري. اكتر واحد بيجري هو اللي بيكسب. اكتر واحد بيجري هو اللي بيكسب. خد كده ابو علي الكوره دي. خد كده القوه دي. ايه ده انا ما ناخدش قوه. وادي وادي مش هعمل ايه بقى بعد ده؟ مش عارف ابو علي عمال يجري وخلاص. رن رن افضل يجري. اللي هيقف هيموت تقريبا تقريبا على لو انتوا وقفتوا هتموتوا. اوكي بص الواد وقع. سبحان الله جيت بالسرعه ووقعت في اللوبي. اوكي دلوقتي طبعا احنا معانا فايت فايت فايت. اضرب كده عمالين نضرب في العيال كلها. اللي هيقع بره اللعبه هيخسر. اوكي البنت لو ضربنا في البنت دي. لا 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 يا غدارين يا غدارين. انا هاخد كفر. ايوه كفر هنا. اوكي الواد الفرخه ده عمال ينشل عليا. الفرخه ده عمال ينشل. لا 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 كم واحد بينشل على ابو علي. لا يا نبات يا نبات استنوا ابو علي تعالى هنا جنبي. لا ابو علي كان هيموت. الواد بيختفي والله. ايه ده بص العيال طارت ازاي. هو اللي مولع علويا المكان ده. بص العيال كلها بتبقى طايره فيه. امسك. لا صعبه فعلا حد يطير بصراحه. اوكي طبعا دلوقتي علويا المفروض ان احنا نروح للناحيه الثانيه. اوه الجسر بيتكسر. يا نهار زبادي ابو علي يا لهوي الجسر اتكسر في وشي. والله اتكسر في وشي انا كمان. اوكي طب دلوقتي المفروض ان احنا في اللوبي. مين اللي كسب هناك بقى؟ انا تمام يا حبيبي. المعلم المعلم. حركات الفرخه النوب عشان هو اول واحد جري يا ابو علي. اول واحد جري. اوكي امال ليه حاطين صوره زعبوله بس؟ قلت لك يا ابو علي عشان بيحبوني. حبوك بس يا زعبوله. ايه ده في بنك. يا نهار زبادي انا اتاخرت على سرقه البنك. اسرق البنك بسرعه. يلا ابو علي نروح نسرق البنك. اوكي ابو علي اسرق البنك. اوكي في ليز ابو علي بصوا طردوني من البنك عشان انا علويه مش حرامي. شوفوا اللعبه عارفه ان انا مش حرامي. حركاته ولا حرامي. خلينا ندخل كده بسرعه. ليتس جو ليتس جو. وادي ابو علي مش وانا شايف كل الفلوس. ما سبتوليش اي حاجه جوه. خلاص يا ابو علي انت جيت متاخر مفيش فلوس. مفيش فلوس يا نبات. وريني كده استنى بس انت سرقت ايه؟ وريني سرقت ايه؟ يا ابني مش سرقت فلوس ولا ايه؟ سرقت فلوس؟ امال انا ما سرقتش حاجه يا علويه والله. المشكله ان انا اتاخرت بس يلا مش مشكله انا مش حرامي يا علويه. خلينا نمشي. لو لقيت حاجه يعني ايه ده الليزر طلع في وشي بيقول لي يا ابو علي انت مش هتسرق. اوكي خلينا نعدي. انا عايز بس اشوف الخزنه فيها فلوس ولا لا. ادخل كده يا ابو علي. ده ذهب. انا سرقت الشنطه سرقت الشنطه. هولي مولي علويه اول مره ايه ده العيال جايه تسرق تاني اللي من فريق الحراميه. يلا بسرعه الليزر ليزر ليزر. سرقت الشنطه ذهب يا علويه. وانا مالي مش الشنطه دي بتاعتي. بتاعتك مين يا فرخه؟ بتاعتك مين يا نوب انت؟ لا طبعا مش بتاعتك. المفروض دلوقتي ان احنا كسبنا. حركات بص جمع كل الشنط من فريق فراخ. حركات جاي هنا يعمل ثروه. بص صورته اتحطت طبعا. ايه يا حبيبي الشات مليون بوش دابه. مليون دابه. ايه يا علويه في ايه؟ في عاصفه جايه شكلها. هندوس على الزرار. يب دلوقتي بقى المفروض نخش القلعه دي. انتر ذا كاسل. ادخل كده ابو علي القلعه. ايه ده مين اللي بيشرب ده؟ في فراخ يا حبيبي. فريق الفراخ بتشربوا يا واد انت؟ لا المشكله ان انا مركز مع فريق الفراخ. اوه ماي جاد بسرعه بسرعه ابو علي. المفروض ان احنا نعدي الناحيه الثانيه في كنز. وعلي في صندوق هناك. او ماي جاد عايز اخد الصندوق ده علويا. بليز بليز ما حدش ياخده. بليز. وعلي بليز ايه بس يا ابو علي ده كلهم هياخدوه. قولي بولي. لا 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 ابو علي ابو علي المشكله انا كنت مركز. المشكله ما ينفعش نعمل جامب. حتى الجامب ما ينفعش نعمل.
حركات يا رب توقع حركات يا ابني انت اللي توقع حركات الفرخادو بحركات الفرخادو بسرع الصندوق اسرع الصندوق على ايه ايون لا 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 الصندوق 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 بليز 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 ابو علي يب ابو علي كتب اسمه ابو علي كاتب على ايه ده ما شفناش الصندوق فيه اصلا وات ابو علي اكيد الصندوق ده فيه حاجه يعني متكونه وكده كوينه صورة الواد ده محطوطة قدامي ليه بس صورة الواد النوب ده بفريق الحربية بتاعه طيب دلوقتي علوية اللعبة خلصت المس الزرار وتشاوت خدوا بالكم عشان ازاي بقى ابو علي واقف في اخر الدنيا والكرة جت فيه سبحان الله ازاي انا اموت وانا بقى مش عارف اموت ازاي اوكي خلينا ندوس على الزرار انزل كده بيقول لك انزلوا بسرعة هاري تو ذا جراوند اوكي اسرعوا للارض بسرعة 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 ننزل تحت علي هنا بصوا في ليزر فوقينا اه بصوا في ليزر فوقينا والله ابو علي كسب اوكي لازم تجوا على بص الليزر بينزل يموت العيال هناخد الفلوس دي اوكي بسرعه دلوقتي بقى التحدي اللي بقى في هليكوبتر فويد زاروكس اوكي طبعا دلوقتي بصوا هنا الصواريخ تجنبوا الصواريخ على بصوا بص الصاروخ التاني الصاروخ اللي جاي من بعد كده فين او برضو من هنا يا رب الصاروخ يجي في حركات ويطيروا الناحيه الثانيه وانا بقى مش شغله بيتي ولا مشكله كم علي ولا ايه كنت جرب كده جرب نط فيه كده حركات لا يا حبيبي مش هيموتني يا ابني مش هيموتك بص نط كده او ماي جاد خايف على ايه بص اوه يلا معلم بص العيال باتي والله دخل في العيال بص موتها اوكي اوكي في صاروخين صاروخين خد بالكوا دلوقتي بقت اكتر من صاروخه اكتر من صاروخ ابو علي مات للاسف على بص كذا صاروخ وانا بقى مش ولا وانا ما شفتش الصاروخ زعبولة عايش ايوه يا زعبولة هتكسب يا زعبولة اسكت بقى اديني موت اهو انا تكسب يا زعبولة بص اديني موت دلوقتي جينا فين بيقول لنا طبعا المفروض ان انت طبعا هتنط تروح ايون هتنط على الخشب يا علوان هنروح الناحيه الثانيه ايون نيجي هنا على الخشبه دي بعد كده على الخشبه دي بعد كده هنا العيال عماله تغرق وانا سامع اصوات طب علي وقعت في الميه احسن تستاهل مش عارف تعوم طب علي مش عارف اعوم ايه بس البتاع بص اسكت اسكت يا لهوي يا لهوي انت تاني يا زعبوله انت مش عارف تتكلم اصلا اوكي اللي بعدها اللي بعدها علي مركز مركز انا مش عارف اتكلم عشان مركز مش عايز اقع في الميه يا لهوي انت كمان مره اوكي اللي كسب حركات الفرخه وانا بقى مش يا حبيبي مش بقى فاهم وكسب طب ما انا كسبت انا كمان اهو يا نوب اوكي بصوا بيعمل ايه النوب ده خلينا نبص اعمل حركه على ايه نيجي هنا كده جنبه ونعمل مثلا اي حركه نعرفه ان احنا الابطال الخارقين يلا ابو علي وري لي القوه الخارقه ليتس جو شايفين ابو علي يطير دلوقتي في الجو كله كسب عشان اللي بيموت كان بيصحى تاني بس حلو بصراحه طبعا دلوقتي بيقول لنا اطلع للاعلى ريتش ذا توب او ماي جاد المفروض ان احنا نعدي الناحيه الثانيه لفوق لا البتاع وقفت الغدر ده علوية البتاع بتقف وات البتاع بتقف ممكن تموتنا في اي لحظه والله اه لا شفت الغدر يا نهار زبادي المفروض ان انا كسبت بدات من المكان اللي انا واقف فيه وانا بقى مش انت موت يا حبيبي وانت كمان موت يا فرخه صوره زعبوله انا مش هرتاح لما صورتي هي اللي تتحط طب علي بس هما بيحبوني اوكي بيقول لنا روح للنهايه ايه النطه الغريبه دي لا طب وانا اصلا ما كنتش عايز انط ليه بيخلوني انط طب علي بيخليك تنط تلقائي مع نفسك لازم تنط غصب عنك ما نط غصب عني طيب ماشي والله تحديث غريب نط يا عم نط ايوه انا اقف هنا بقى نط بقى او ماي جاد المشكله اللي العيال كسبتني ليتس جو حركات كسب طبعا وانا بقى مش سهله هي سهله بس بصراحه رخمه يعني مش حابب العبها ايه ده ايه مش عايزه تخلص انا بصوا مش بينط يا علي بصوا النطه بتعلق بصوا وقع في الارض والله ايه ده انا معايا دراع ايرون مان نزلني على الارض يا كابتن الو انا طاير ليه انا هرز بالي الو علي ابو علي ابو علي نزل في الارض امتى يا رجاله يا رجاله انا بغرق في يا لهوي ايه ده علويه انا معلق الو انا معلق كده ليه انت واد يا ابو علي أنا... ايوه الحمد لله والله برافو عليك ضربنا عشان اقوم اوكي اوكي خلينا دلوقتي علويه نطلع فوق تقريبا اللي بيطلع فوق هو اللي بيكسب او ماي جاد في ايه فوق ما تطلعش فوق ما تطلعش فوق ما تطلعش فوق حركات الفرخه فوق قلت لك ابو علي اضربك اول ما يشوفك ولا مش اي حد انت مش هديله بوكس خليه يشبونا لوكس تديني بوكس تخليني يشبونا لوكس وانا هدي لك بوكس تعالى زعبو لا تبقى دي كام واحد تعالى وضع حركات الفرخه لا ادي لك على راسك امسك حركات امسك حركات امسك ايه ده بس كام واحد عليا معلم موتك قول لي مولي على الوي لا 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 ايه ده الواد ده قوي ليه طب اديني بوكس تعالى وضع حركات امسك كده الو ثواني بس انا عايز اشوف انا بضرب ولا لا هو ليه ما بيضربش على الوي وات الواد والله عمال يضربني وانا مالي ما تمشي بتضربني بتضربني طب تعالى كده ايه ده علوي ده يا ابني انا استنى عايز اشوف البوكس بتاعه بيضرب ولا لا ثواني امسك كده وات انا الايد بتاعتي بايظه مش بتضرب خلينا نروح له تاني كده امسك امسك ايه ده علوي والله بايظه مش بتضرب خلينا اطلع فوق اطلع فوق بصوا طبعا اكتر واحد مجمع نقط زعبوله عشان زعبوله بص واقف فوق ماشي يا علوي مديلي بص الايد بتاعت سانوس انا عمال اقول ايرون مان بن بدر وهي اصلا بتاعت سانوس وانا اصلا ناسي اوكي نط كده ابو علي ليتس جو
مفيش جنب يا علاوي، ممنوع نعمل جنب. بص الجنب مقفول. هو ايه قاعد يزعبوا له وقع؟ والله ابو علي مش عارف وقع ازاي. حد حد اوكي اوكي نعدي الناحيه الثانيه. وادي وادي مش بداتش. ما بداتش حركات ورا. انت بدات متاخر. ايه ده علاوي؟ ننزل تحت. اوكي دي هتنزل تاخدنا. ليتس جو. ابو علي هيكسب اول واحد عشان انا اول واحد. ولا مش انت محظوظ؟ محظوظ. وقعت في الميه. احسن احسن يا نوب. وقعتني في الميه. او ماي جاد. نط على الزرار علي. صورتك مش هتتحط خالص كده. صورتي مش هتتحط. وات انا بكره اي لعبه ما بيكونش فيها جامب، بس الحمد لله ان دي فيها جامب. بصوا الجامب. عديت 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 عديت. رحت للناحيه الثانيه. دوس على الزرار. طبعا احنا جايين من الناحيه الثانيه يا علوي. اوكي صوره حركات الفرخه دلوقتي اللي محطوطه. اه يا حبيبي الشوت يا معلم. كانت فيا حبايه. كانت فيا حبايه. انا هشيل صورتك دي واحط صورتي. ثواني بس عليا. طب علي لازم تكسب. ايه ده علوي؟ الو اللعبه وقفت سبحان الله. طب علي لو التحدي كده. التحدي كده اه بيخوفونا يعني. دوس على الزرار. طيب خلينا ندوس على الزرار دلوقتي. علوي دخلنا في تحدي جديد. اوكي طبعا دلوقتي بيقول لي اوجد الـ النجمه الصفراء. ايوه انا اول واحد لقيت النجمه الصفراء. وعلي وانا كمان. وانت كمان زعبول. بص اول واحد جاي. ايه ده حركات انت جاي تعمل ايه؟ يا ابني دخلوني. هو قال لي يا ابني دخلوني. ما تقرا بالانجليزي فوق شوف اللي مطلوب منك. انا مالي انت ما بعرفش مش على الانجليزي. ما بعرفش اقرا عن انجليزي. الخضره الخضره روح امسك الخضره. ايوه بصوا جابه. ايوه حركات يا نوب عشان اللون. انا مالي مش ما تقعدش جنبينا. ما تقعدش جنبينا. ده اصلا فريق النبات دول. دول فريق النبات الفراخ. علي سيبك منهم. اوكي خلينا نقعد بس كده على الوش نريح رجلي. ايوه قوم يا واد ما تجنبينا. لا يا حبيبي بمزاجك ولا كانت الكنبه بتاعتك. ايوه يا حبيبي بتاعتك. كانت فيا حمايه. واللي بتاعتكم بتاعتكم مين يا حبيبي؟ الكنبه دي بص لاي حد رجله وجعاني يقعد عليها. اقعد كده ابو علي بصراحه عشان بص رجله وجعاني. ايه ده يوم بعد طبعا دلوقتي علويه بيقول لنا خدوا بالكم من السنوبول. اوكي السنوبول بتنزل من فوق. خلينا نمشي بعيد. بص علويه الحمد لله انا واقف بعيد دلوقتي. بصوا لو انا كسبت صورتي هتتحط. المفروض ان العيال كلها تموت وانا اللي صورتي تتحط. بص كام واحد عمال يموت. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. صوره زعبوله دلوقتي اللي محطوطه. علي صورتي هتتغير عشان بوت. صورتك هتتغير. المفروض ايه ده؟ طبعا دلوقتي ان بيقول لنا امسكوا البنت اللي اسمها مش عارف سوسو دي. اتمسكت خلاص خلصت. يلا دوس على اللي بعده. بيقول لنا عيش. المربعات بتقع تحت. لا يا علوي بصوا طبعا لو كسبت صورتي هتتحط. خلينا نشوف يا ترى اني مكعب دلوقتي اللي هيقع. المكعب ده اوكي بعد كده اني مكعب. علي اقف جنبينا. اقف جنبكم. لا احب اقف في النص عشان لو يقع من بص زعبوله. كنت لسه بقول لك. طيب لا لا الحمد لله يا رب المكعب اللي هناك رب المكعب. لا يا علوية لا لا قلت لك يا علي. او ماي جاد على الحظ. اللعبه دي حظ على فكره يعني انتوا بتتوقعوا حظ. طيب خليكم مستعدين فايت. فكره ابو علي. ابو علي اقول لك على حاجه. احنا فريق. تعال تعال احنا فريق مع بعضينا. خلينا دلوقتي بقى بصوا نروح لايه لجيش الفراخ دول. ايوه بص ضربوا الواد. امسك جيش الفراخ. ايوه لا جت في البوكس والله واد محظوظ. كانت جت في البوكس. امسك اضرب فيها وانا ابو علي. ايوه اتنين على واحد. امسكوا. ايوه انت فين يا واد ابو علي؟ مالكش دعوه يا حبيبي انا في مكان تاني. الواد عمال ينط على اللوية. بس جمدته موتته موتته. ليتس جو. بصراحه عايز اموته بس لا 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 سيبه دلوقتي. خلينا نروح للي بعده. ايه ده بيضرب على يا غدار. الواد موتني والله يا علوية. شفته من فريق العلوية وموتني. او ماي جاد على الغدر. ايه ده انا بطير فين؟ ايه ده يا علوية احنا بتطير كده ليه؟ ثانية بتطير كده يا ابو علي. ليتس جو. اوكي طبعا دلوقتي علوية بيقول لنا هات اكتر خواتم. ليتس جو بسرعة يا ابو علي. هات الخاتم ده والخاتم ده والخاتم ده. ليتس جو يا رب نجمع احنا اكبر خواتم. اوكي اوكي انا مجمع كام؟ مجمع ستة. معرفش كام واحد دلوقتي هم مجمعين بس خلينا نشوف. اوه ابو علي اول واحد نزل. اول واحد نزل المفروض ان اللي اكسب. اول واحد ابو علي جه بعد كده البنت دي. اول واحد وانا ابو علي مش اللي اكسب يا حبيبي. هتكسب ليه مجمع كام خاتم؟ مجمع مش 18. 18 ايه بس انت هتكذب. هنشوف دلوقتي على الواقع كتب اسم الكسبان اللي كسب مين. ايه ده ما كسبش ابو علي. ايه ده اتحبسنا في مكان. اوكي ايه ده ابو علي فين؟ ابو علي فين؟ يا نهار زبادي اللعبه معلقه عندي يا رجاله. ابو علي فين؟ ابو علي مات ولا ايه؟ مش عارف. ايه ده؟ مكتوب ان ابو علي عايش. انا فين؟ انا تحت الارض. والله تحت الارض هما بيلعبوا. ايه ده؟ في حاجه تحت الارض سريه. اوكي انا خدت حاجه سريه تحت الارض يا علويه. بس مش عارف هي ايه. والله خدت حاجه. حد شاف الحاجه اللي انا خدتها؟ اوكي طبعا التحدي التاني. طبعا دلوقتي التحدي ده هيبقى رسم تقريبا. ده رسم بنرسم هنا نفس الرسمه. طب عايز اللون الاحمر. اللون الاحمر ايه ده؟ ارسم ازاي؟ طب انا عايز لون احمر.
ايوه الاحمر يا نار زبالي، احمر يا كابتن احمر، ايوه كده تمام. ايه ده احمر، اوكي بعد كده ننط هنا اخضر، بعد كده هنا ازرق. صعبه صعبه. اوكي التحدي اللي بعده دلوقتي طبعا بيقول ان انت تلاقي الزرار، اضغط على الزرار، بيقول لي خليك اول واحد عشان تضغط على الزرار. مش لاقي اصلا اي زرار. اوكي خليني اجي هنا كده، مفيش اي زرار. الشجره وانا بقى مش واجهه مش خبط ايش هي، ايوه مش خبط رئيس الريه وكله داس عليه اصلا. اوه لعبه الحبار. ايه بقى يا معلم ما حبش اللعبه دي خالص. وات ايه بقى اللي بويته، انا مش عارف انا وقفت والله. وبعدين فين العروسه اصلا، انا بتلخبط لما بتكون العروسه مش موجوده. وانا كمان يا معلم ما اعرفش العبها طالما العروسه مش موجوده. اه والله مش موجوده وفي صوت بس اللي تحت ماشيه كلها، بس هيموت دلوقتي على اللي هو ايه المشكله ان هم بيقفوا. طبعا دلوقتي المفروض ان احنا نجيب كاندي. اوه حركات سريعه 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 سريعه. في هنا تفاحه، تفاحه لا لا عايز اخدها. الو ما بتتاخدش ولا ايه المفروض؟ اوه في هنا كتير على الكحكه. ايه ده ما بتاخدوش، المفروض ناخد الايس كريم ده. المشكله بكل ما اجي اخد واحده الاقي واحد بيسرقها. سيبيها سيبيها. الو مين اللي خدها؟ ما خدتهاش. مشكله علويه بيختفوا. اوكي انت وحظك يا بنزلوا جنبك. لا يا زعبول سيبها يا زعبول لينوب. الو علويه عمالين يسرقوها ولا واحده. حركات سيبها. ايه يا حبيبي كمان شايفه دي اشكي. اه يا علويه اهو ابو علي سيبها. اوكي اوكي ايس كريم. يوم ما اجي اخد الايس كريم اللعبه تخلص. اوكي علويه دخلنا بيت الهالوين بس في لعبه الزرار. المفروض نطلع. اطلع كده ابو علي، اطلع اطلع كده. لا ايه ده انا بقى عليه. اطلع يا ابو علي اطلع. الو صعبه ليه؟ الو مولي مولي وقعت تاني. يا نهار زبادي. اطلع اطلع. اوكي طلعت طلعت. ايه يا ابو علي ابو علي هيكسب. ابو علي كسب ابو علي كسب. اول واحد البطل ابو علي فوق. ابو علي اول واحد فوق. المفروض صورة اللي تتحط دلوقتي على عشان انا اول واحد اطلع فوق. وانا ماني مش طلعت ازاي؟ احتراف يا حبيبي احتراف، لازم تتدرب كورسات كتير جدا ومع مدربين محترف عشان تعرف تعمل كده. انت هتكذب يا ولد انت، قلت طلعت ازاي؟ مش هقول لك طلعت طلعت. انا بقالي نص ساعة بحاول تحت مش عارف اطلع. زعبول عايز ابص على المشكلة ان ما ينفعش تبص على زعبول تحت. انا اول واحد فوق. اوكي صورتي ابو علي، المفروض صورتي والله لان انا اللي كسبت. الحقيقه علوي. ايه ده سبحان الله انا واقف جنبهم على المكعب وميت. الو المفروض صوره الاتحاد حطوا صوره حركات لي بس كده. وانا ما مش بيحبوني يا نوب. بس ازاي علويه كده؟ طبعا دلوقتي بيقول لنا لون اكتر الوان، يعني اكتر حاجه انت ممكن تقدر عليها. اوكي اللي كسب مين مش عارف. او ماي جاد عربيات عربيات، حادثات حادثات. بص كم حادثة بتر حركات، خلي بالك احسن تتخبط قدام الحادثة. لا 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 العربية معلش ثابت ما تتسمعش لان معاك لما يكون في اشارة. اشارة دي انت مت اصلا. بيقول لي اشارة وهو مات. لا احسن يا معلم عشان ما تفهمش الكلام. شفت بقى ديك رجعت لي تاني قلت لك اشارة. ولي مولي علوية المفروض كنت انت اللي موتني والله، خليتنا ابص عليك ومت. ايه ده نزلوا لنا بصوا مشروب سحري. اشرب كده يا ابو علي. ايه المشروب السحري ده؟ وانا بقى ما تشربوش ده شيب سم مش عارف. اوكي كده علويه بص اللي بيقول لي سم. بص هو ماسك وبيشرب اصلا. اه حبيبك يبقى قوه خارقه. قوه خارقه ايه يا علويه ده؟ جابوا لنا في مكان خطر شكله، مزرعه. وادي حركات انت فين؟ انا ما بشوف حد بيموتك. موتنا احنا متحولين زومبي ولا ايه يا علويه؟ الواد زومبي. الحقوا بصوا البنت تحت. زعبوله انت فين؟ سيب زعبوله في حاله عشان زعبوله بتستخبي. هو انا زومبي يعني؟ المفروض ان انا اموت العيال. اوكي ماشي خلينا نروح كده ندور عليهم. نط كده ابو علي ما ينفعش ننط، ما ينفعش نموت البنت دي. الو احنا الزومبي يعني اللي بنموتكم؟ وانا اللي كنت فاكر نفسي انا اللي بستخبى. الزراعه دي بوابتها من... اه البوابه بتاعت شفت عيال شفت عيال. او او شفت واحد شفت واحد موتته. موت الواد. اوكي خلينا ندور على الباقيه، في حد مستخبي هنا يمكن. حركات انت فين؟ ابوش مستخبي يا حبيبي. اوكي اوكي الواد نط الواد نط. تعالى واد تعالى واد امسك عشان تبقى تموت ابو علي. امسك امسك. طبعا دلوقتي علوية بص بيخلينا ان احنا نطير اكتر حاجه من الفاير ووركس اللي هي طبعا بتاعه الاحتفالات، فاحنا بندور عليها. او بص لقيت واحده. اوكي لقيت واحده علوية شغاله دلوقتي. يلا بقى شغاله. قلت لي ازاي شغاله؟ اوكي شغلتها. بصوا اتضربت. ليتس جو. اوكي على الجمادات. اضرب ابو علي تاني. اضرب ابو علي. يب ضربت والله. بص كام واحده، عايزين نلاقي اكتر من مره من واحده علوية عشان نكسب. بص زعبوله طالع فين فوق السطح عشان يضرب. اطلع فوق يا دوب. ايه يا ابني التخطيط ده؟ واحده 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 واحده. ايه ده زعبوله سرقه. اه بقى علي على طول. اوه ماي جاد زعبوله سرقه اربعه يا محظوظ الزعبوله. والله ما بمشي بلاقيهم في وشي. وانا ما بمشي بلاقيهم في وشي غير يا ابني. انت جبت اثنين مش كده؟ ما لقيتش غير واحده علي، مش لاقي تاني اصلا. امشي كده انت وحظك يا ابو علي. ممكن نلاقي
اوكي مفيش. بص حزوز والله بتترز بالحظ. طبعا زعبوله اللي كسب. اه معايا عشان بص بنعتمد فول بيه. شوف يا علوي التحدي اللي بعده، واقفين على حته شوكولاته وطبعا في لون احمر بيجي اللي بيقف عليه بي على طول ديد على طول. فاحنا دلوقتي واقفين على الشوكولاته. اوكي واللون الاحمر كان جنبي. وانا بقول مش دي شوكولاته بالبامبي، هاكلها بعد ما اكسب. تاكلها بعد ما تكسب ولا يدوك اي حته اصلا. اوكي علوي بص الشوكولاته، الشوكولاته هنا وقعت. ليتس جو. بص 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 اللون الاحمر دلوقتي بقى اسرع. او ماي جاد. يروح فين يروح فين يروح فين؟ لا عندي. اتحرك اتحرك. لا يا بلي لا، ولا عمال يجي في المكان اللي انا بوقف فيه. ليتس جو على. بص كسبنا. عايز ادوس على الزرار، ادوس على الزرار. يبا انا ادوس على الزرار. طبعا انا علويه باتن بريسر، يعني اللي بيدوس على الزرار هو اللي صورته بتتحط، فانا مش عارف ادوس على الزرار. كميه ناس بتدوس على الزرار. يا نهار زبادي زلزال يا علويه زلزال. او ماي جاد. طيب يا علويه كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك واشتراك في القناه، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات طبعا مين فيكم هيدوس على الزرار وصورته هتتحط هنا. اللي صورته هتتحط طبعا ينزل يكتب لي في الكومنتات يقول لي يا ابو علي انا قدرت احط صورتي على الزرار. انا مش عارف احط صورتي بصراحه عشان العيال بصوا كتير وكله بيروح يدوس على الزرار. اوكي يا علويه اللي عايز يلعب اللعبه دي هتظهر قدامكم دلوقتي ادي اللعبه. نشوفكم في تحدي جديد بكره، بس اهم حاجه يا علويه اللايك الجامد عشان نقول لكم تحديات تانيه جامده. نشوفكم بكره، باي.